احذر انبه وادق ناقوس الخطر علاه يا قلت نبل الارهاب خلاص ولا نسيت هيا معليش روح كمل برك على بالي بيك بلي راك مديت تاعك ومديت الباسبور تاعك وتسمى انت دوك الخطر جاي خطر كبير هادو الدعاة الباديسيه النوفمبريه هم امتداد لجماعه 92 اللي هما امتداد لجماعه بويعلي لانه هذا يتسلسل الذين حملوا السلاح ضد الدوله في الثمانينات ونهايه السبعينات 76 77 78 هم نفسهم جماعه 88 و90 91 هم نفسهم الان فقط يغيروا الجلد نتاعهم كل لفعه هم صار لهم كل حنش اللي كانوا في الثمانينات غيروا الجلد نتاعهم سموا ارواحهم الجبهه الاسلاميه الانقاذ والان هم يغيروا في الجلد نتاعهم يسموا نفوسهم الباديسيه نوفمبريه ايوه علي بن حجر واش راه مسمي اطارات الجبهه الاسلاميه للانقاذ وراه الناس اللي راه تبدل في الجلود نتاعها انت اللي راك تبدل في الجلد نتاعك في, في كل دقيقه تبدل تبدل ثابوت حبيت تلصق نتاع عبد القادر بن قرينه اللي هو كان عضو في المجلس الانتقالي بعلي بن حجر حاب تلصق هذا ختال اللي زاد البارح تلصق فيه نتاع بعلي بن حجر تلصق فيه نتاع بعباسي مدني وتلصق فيه نتاع بعلي بن حاج وهذا احمد الزاوي وغيرهم وانور هدام ولاخر 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 ولكن واش يجيك ما عندكش علاش استحي وممكن بعد اربع سنين خمس سنين يسموا روحهم اللي التبونيه قول ممكن. والله قول والله يقدروا يلعبوا لكم يخدعوكم يقول لك احنا والله جمعت ببصبع على الزرق وتبونيين وكذا 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 المهم يفتحونا الطريق وخلونا ن... ماكش انت اللي كنت تقول تبوني يهودي تو والله هو ولا خاطئ ما كنتش اللي كنت تسب في شنقريحه ورانا فوتنا التسجيلات باش ما نضرش نعاود نرجع ليها الحوايج اللي ديرها انت تلصق فيها بال... بالناس ولكن ما عندكش لوش صحي لك اذا اراد الله ان يهلك عبدا نزع منه الحياة سمعوه سمعوه وش يقول يا شبيبه هذا اللي راهو يلصق في الناس بالارهاب وبعد ما جبنا لكم تسجيل وين انه هو يقول بلي الارهاب خلاص هذا لو كان لو كان عطاه له ربي الحكم قسما بالله لو كان الشعب لو كان راهو قتلو مستعد باش يقتل 20 مليون ما عندوش على وش يستحي اسمعوا اذا انا كاعلامي هل تهجمت على كسكاس او غيره ممكن انا اعتذر من كسكاس اعتذر من كسكاس لانني ممكن مرات قلت لكم انا مريض انا مريض أنا مختل عقليا مريض نفسيا صح راني نعالج على طبيب نفسي صح صح راك مريض كاين منها والناس اللي راه عندهم عقل يفكروا به لما يسمعوا الكلام تاعك يعرفوك باللي مختل عقليا انت اللي راك في الناس باللي مختل عقليا يعرفوك هاك تتكلم بلسانك هاك ممكن مرات قلت لكم انا مريض انا مريض أنا مختل عقليا مريض نفسيا صح أني نعالج على طبيب نفسي لانه يجيني الوسواس في الليل والهلوسه ومرات ن... مثل صاحبك هذاك بوعكاز هذاك اللي اللي لعبها مهبول وخرجناه من اللي نولي غير نتر ماني مريض ما تلومونيش ايوا مرات هكذا نبدا نطرش مرات تشوفوني نحي الفيستا نرمي هكذا نسب مرات ما تلومونيش مرفوع عليا القلم واش راح تقولوا خير من ربيتهم ربي عطاني عذر مريض مرات نت... ما نفوقش روحي نبدا نطرش في الهضره ونقول كسكاس ترفاس كسرونه هذه غلطه يا يا سي الرئيس ما تنفعش هذه الفتره رانا فيها تنفع بلع فمك على رأس تاع والديك لا يا رب وقف مرحله هذه راك موقف يا رب ايا ارفد رب الواد حط غسابه في السجن هذه المرحله اللي تحتاج اذبح له جد والدي الحلوب بالحلوف اشرب دمه ريشو سمعتوا هذا عنده عقل هذا عنده ثقافه هذا عنده علاقه بالصحافه هذا عنده علاقه بالسياسه هذا عنده علاقه بالاعلام كم سمعوا فيه انسان يعترف بانه راه مختل عقليا ويطلب من من تبون على جال باش يقتل ويذبح ويشرب الدم في الوقت وين انه الجزائريين والجزائريات خايفين على البلاد هذا هو الخطاب اللي انت توحد به الجزائريين هذا هو الخطاب اللي يطمئنوا له الجزائريين من غير اشعال الفتنه من غير التحريض من غير نشر الكراهيه من غير نشر الأحقاد بين الناس نزيدو